الاسم ديالي فريد، مصاب بالسرطان ديال لوريكتوم، هادي تقريبا 3 سنوات. كنت كنحس بواحد الأعراض في المخرج ديالي، وكنت كان أنا من المؤسف الخطأ ديالي، أنايا كنت كنسحبهم غير بواسير دي زيموغويد. دونك رخيت عليهم تقريبا واحد السنة، وفي الاخر وليت كندوز بالدم. مشيت على الطبيب، دار لي دي راديو، اكتشف لي هذاك في نفس النهار، اكتشف لي بلي عندي سرطان. وجي رياجي حمد الله وشكرته، وبديت كندير في لي تريتمون، درت لا شيميوثيرابي ودرت لا راديوثيرابي. مالوروزمون هذاك الورم اللي كان عندي في المخرج، واخا درت لا راديوثيرابي ولا شيميوثيرابي، بقى هو هو. الاخير الطبيب ديالي دار لي عملية، واقترح عليا باش يحيد لي لوريكتوم ويدير لي واحد الفقرة في البطن ديالي، ونبدا ندير هذيك الاكياس لي بوش، كيتسمو دي بوش دو كولوستومي. والحمد لله دابا من سبتمبر، من شهر 9 2020، وانا مدير لي بوش وكنعيش تقريبا عادي.